وللوقوف عند استهداف الأقليات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الأكاديمي والباحث السياسي صبحي توما. سيد صبحي، مرحبا بكم. يعني هناك من يحاول أن يضع استهداف الأقليات في خانة الجرائم الجنائية، لكن مع تكرر هذه الجرائم إلى أي مدى يمكن وصفها بأنها ممنهجة في ظل إحصائيات تتحدث عن هجرة أكثر من 80% من الأقليات عن مدنهم؟ تفضل سيد صبحي. سيدي العزيز، في بلد يتم تهجير ما يزيد عن 1,000,000 شخص وما يزيد على 1,000 من الاغتيالات الفردية دون أن تقوم السلطات المعنية الأمنية والسياسية بالكشف عن من يقف وراء هذه الأعمال، لا يعدو كونه جريمة لقطاع الطرق. لا شك أن هنالك لصوص يساهمون بقتل المسيحيين وبقية الأقليات للاستحواذ على ممتلكاتهم. وبما أنه ازداد الحديث مؤخرا عن دعوة وربما عودة المسيحيين، قد يلجأ هؤلاء اللصوص التجار إلى تحريض هذه العصابات. لكن المسؤولية الأولى تقع على عاتق السلطة. إذا كان هنالك سلطة فيجب على الأقل أن يعلنوا على الملأ من يقف وراء القتلة. سيد صبحي، يعني أنت ذكرت في مصطلحين، قلت اللصوص والتجار، من تقصد سيد صبحي تحديدا؟ أقصد به السلطات التنفيذية. نعم، يعني رئيس الحكومة ومدير الأمن. ما هو دور رئيس الحكومة؟ لماذا لا يطلب من السلطات الأمنية بكشف عن المجرمين؟ لماذا لا يفعل ذلك؟ لو كان في أي بلد قامت الحكومة باتخاذ إجراءات والطلب بكشف عن المجرمين. وأقول أيضا أن المسؤولية تقع على عاتق النواب الذين ينهمون بالتحضير لعرس الانتخابات، والذين قضوا وقتهم من الاحتلال لحد الآن بالبحث عن إمكانية الزواج مع الأطفال ولا لا، عوضا عن الدفاع عن شرائح كبيرة من الشعب العراقي. سيد صبحي، يعني الحكومة هي المسؤولة عن حماية الأقليات في العراق، ولكن دعني أتحدث بشكل خاص عن المسيحيين داخل العاصمة بغداد. يعني لماذا لا توفر الحكومة حماية للمسيحيين في بغداد، خاصة أن يعني أغلب الأقليات لا تمتلك ميليشيات ولا تمتلك أيضا أسلحة أغلبها؟ أنا أعتقد أن هنالك توافق بين شركات طائفية حقدة وبين لصوص تجار الممتلكات، وهذا التوافق بين السياسي والمالي هو الذي يقوم بهذا. لذلك السلطات لم تتجرأ لحد الآن. كيف يمكن قتل عائلة كانت تحتمي باسم الناطق باسم الأمن والدولة سعد معد، قتلوا جيرانه ولم يشعر بذلك؟ كيف لا يسعى مثل هؤلاء إلى البحث عن المجرمين لكي يغسلوا يديهم من الجريمة؟ هذا هو التساؤل الكبير. ما هو دور القوى السياسية التي تتربع على سلطة الحكم منذ احتلال العراق لحد الآن؟ ما هو دورهم؟ هل يرغبوا حقا بمغادرة المسيحيين تماما من العراق؟ ألم يفهموا تاريخيا أنه قتل مجموعة من البشر ستجعلهم كلهم قتلة وسيعود الموت ليطاردهم هم أيضا؟ سيد صبحي، يعني هناك من يضع اللوم عليكم كمسيحيين، يقولون لماذا لا تدولون قضيتكم، لماذا لا تتجهون إلى الأمم المتحدة لتدويل قضيتكم، وبالتالي العالم كله لابد من أن يعرف ما هي مكانتكم في بغداد وفي العراق بشكل عام.
على حد علمي نعم. أنه المسيحيين دائما أرادوا أن يتصرفوا كمواطنين مخلصين لهذا البلد، أعتقد من هذا أرادوا دائما حل مشاكلهم من اللجوء إلى الجهات الخارجية بعكس من يتسلطون على السلطة، لأنه ذهبوا واستدعوا الأجانب للاحتلال بلدهم. ولكن أمام حقيقة ما يجري سوف يحصل هذا بدون شك، ولابد أن الرأي العام لن يرحم هذه السلطة. سي صبحي، أخيرا، يعني النائب جوزيف إسليوا يقول بأن هناك أجندات خارجية لإفراغ البلد من المكون المسيحي وأيضا من باقي الأقليات، ما الهدف من وراء ذلك برأيكم سي صبحي؟ أنا أعتقد أن الأخ صادق في ظنونه، لأنه من يدعي بأنه ممثل للمسيحيين مثله مثل ممثلين كافة الفصائل السياسية الأخرى قد تلوثوا بالاحتلال وتهمهم مصالحهم. هنالك من يضحك على ممثلي المسيحيين بتعيين في مناصب دولية كمستشارين وينسوا بذلك الاهتمام بحقيقة ما يجري لأبناء جلدتهم. أنا أوافقه على الرأي أن الجهات التي تجر الخيوط بتحريك القوى السياسية تفعل ذلك مع ممثلي المسيحيين أيضا. من باريس الأكاديمي والباحث السياسي صبحي توما، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.